صلاح بره المنتخب في معسكر مارس الجاي. أعلن إبراهيم حسن مدير المنتخب غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر اللي جاي، وده بسبب الإصابة الأخيرة اللي تعرض لها مع ليفربول. وبعت النادي الإنجليزي خطاب لمنتخب مصر بيردوا فيه على طلب ضم صلاح للمعسكر، وقالوا إن صلاح في الوقت الحالي بيعاني من إصابة وهو دلوقتي في مرحلة التأهيل، ومن الأفضل إنه يكمل تأهيله في النادي. وبيفاضل حالياً حسام حسن بين أكتر من اسم علشان يعوضوا غياب محمد صلاح، والأسامي دي كانت زيزو ومصطفى فتحي وحسين الشحات اللي تعتبر أول عودة ليهم بعد غياب طويل عن تجمعات المنتخب. وبيستعد منتخب مصر للظهور الأول ليه بقيادة حسام حسن في البطولة الودية اللي هيخدها المنتخب في الإمارات، وهيلعب أول ماتش ليه مع منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس في بطولة بتضم منتخب كرواتيا ومنتخب تونس. ورغم ان البطولة ودية الى ان الجمهور المصري مستني يشوف حسام حسن لأول مرة على الخط مع المنتخب بعد مطالبات بتعيينه استمرت لسنين.